صود عوا الليلة جراري الليلة دو يا ليلة يا ليلة النمير اللزوم وقتين يباشر يهز من الغير النمير أبوك يا لغناوة ما هو ترباد بيز فرداق لي صفوف وقت السيوب بيجز من الغير النمير مداير الوظيفة مقايس الوظيفة مداير الحزم أبهاب السلاح وقت ما دام عدريس من الغير النمير من الغير النمير قاتل في زباد قاتل في زباد قاتل في زباد ما كل ضيق في وحارق ليجي اوج والفاشدين يانس من الغير النمير من الغير النمير مداير الوظيفة مقايس الوظيفة مداير الحزم وما بهاب السلاح وقت ما دام عدرس من الغير النمير من الغير النمير نسيب فوق لقاك وعز نحاسول من جدود ومرس من الغير النمير المحجل تحت الارض بدرز وحاق بتكري ومحر الشرف والعز من الغير النمير من الغير النمير مداير الوظيفة مقايس الوظيفة مداير الحزم وما فاب السلاح وقت ما دام عدرز من الغير النمير وحارق ليجي اوج والباشا دهن ويانس من الغير النمير من الغير النمير ليلة ايه يا ايه ليلة ايه يا ايه غريب شندي ليلي يا هي زايق لهم منام عيني يا سيا فوق سيا وجدت الرسول ليا ليلي يا سيا فوق سيا بريد الام جعليا Thank you.
القيادة السياسية على جعل المجتمع السوداني أكثر أمنا واستقرارا. تجمع كبير من قبائل المنطقة هنا في مدينة شندي بولاية نهر النيل، ولكن هذا التجمع الكبير يؤكد بأن في دواخلنا وفي أعماقنا حب كبير وانتماء كبير لبعضنا البعض. الحضور السياسي هنا مع الحضور المجتمعي هو بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. الحضور الكريم، الأهل الأحباب، جميعا هنا اليوم في شندي أتيتم من كل بقاع الوطن الحبيب، وباسم السيد والي الولاية سعادة اللواء الركن عبد المحمود حماد وللولاية وأعضاء حكومته، أسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بسعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وأيضا التحية والتقدير للدكتور حسن عثمان قاضي عضو مجلس السيادة. أيضا الترحاب يمتد بسعادة الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع. أيضا الترحاب بمقدم سعادة الفريق أول شرطة الطريف إدريس وزير الداخلية. وأيضا ترحابنا بالدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل، وترحابنا أيضا بالدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي، وترحابنا أيضا بالأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية، وترحابنا أيضا بمقدم سعادة الفريق ركن أحمد حمدون والي ولاية الخرطوم، وترحابنا أيضا بسعادة الفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لمجلس السيادة. إذن مرحبا بهم اليوم، وتتشكل لوحة هذا اليوم الطيب المبارك خير بداية لهذه الجلسة الطيبة. القرآن الكريم الشيخ محمد عبد الله الفكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. في هذا اليوم الأقر 12 ربيع مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفي شندي العجوز 7000 سنة إهرامات، تاريخ كبير، معركة أبو طليح، حرق المك نمر للخاين وللعدو. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا، قبيلة الجعاليين والعوضية، بصفة خاصة بالأخ رئيس مجلس السيادة الأخ الفريق ركن فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وصحبه. نرحب بك ترحيبا بين أهلك ومنطقتك، وأنت تشرف أهلنا وأهل السودان جميعا. نرحب بك ونحن نقول لك بأننا في هذه المنطقة ما تقدم منا أحد وخزلناه أبدا. أنت الآن تمثل أهل السودان وتمثل هؤلاء الرجال جميعا بسحنهم وقبائلهم المختلفة، والله لن يرجعوا عنك ولن يخذلوك أبدا. نحن اليوم الإخوة في دار التليباب، رحم الله ابننا محمد الفغيد، ونحن باسم الجميع نسأل الله له أن يدخله الجنة وأن يعفو عنه. أخونا نحن في دار التليباب هم من قبلوا هذا العفو. نرحب باسم الإخوة الذين جاءونا قبيلة العبابدة. الآن نبدأ إن شاء الله في إجراءات المراسم الرسمية، وأقدم لكم المقدم الرسمي لهذا الحفل. شكرا جزيلا. أيضا الترحاب بهؤلاء الرجال الذين يشكلون هذه اللوحة، سعادة الفريق أول ركن بحري عبد الله أحمد المطري المفتش العام للقوات المسلحة. أيضا تحية لك سعادة الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشاير مدير عام قوات الشرطة بالبلاد. أيضا تحية لك اليوم سعادة الفريق أول ركن بكري دنبلاب مدير المخابرات العامة، حيوهم تحية طيبة اليوم هنا في شندي. إذن الكلمة للجنة المنظمة لهذه الاحتفالية الدكتور الطيب القاضي، فمرحبا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، الإخوة الوزراء، الإخوة الأولى، الجمع الكريم بمقاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتمم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. أنتم أمة مخرجة للناس تصلح أن يتخذها الناس أسوة وقدوة وقيادة بعاداتكم بتسامحكم بعفوكم. الأخ البرهان دورك في إصلاح ذات البين ما هو فيك جديد، هي لك قديم ميراث لأنك ابن سجادة وتكايا معروفين وأجدادك في البركة مركونين أجابوا عريش بلقيس في لمشتين. فجزاك الله خيرا على الجهد المبرور والسعي المشكور. الجمع الكريم بمقاماتكم السامية من حسن الطالع والفال الحسن أن تتزامن هذه مع ميلاد أسوتنا وقدوتنا الذي جاء عنه في الحديث رب العزة يصلح بين المؤمنين يوم القيامة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والذي علمنا أن التنازلات في العفو قال محدودة السقف حيث طلب منه المشركين في صلح الحديبية أن يمسح بسم الله وكلمة رسول الله، رفض الصحابة مسحها بيده الشريفة تنازل للعفو للصلح. النموذج الثاني عندما غاد هذا الصلح إلى فتح مكة دون إراقة دماء قال أتدرون ماذا فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا أسوتكم هذا غدوتكم. الأخ الرئيس والسادة المسؤولين والحضور الكريم، هذا الإعداد وهذا التحضير وهذه المسوجات وهذه المجهودات ساهم فيها جنود كثر. ده السودان، ده السودان يا الأخ البرهان، ده السودان. عند الصلح شوف جنياتنا كيف انبانوا، يات من كان يتب يستعدي بإخوانه، ده لأهل المروة اللي الرفيق بنهانه، يات من كان تشوفه تقول عبيد إخوانه. الحضور الكريم عظمة الأمم بعظمة الغايب، فهذه المجهودات وهذا التحضير وهذا التنظيم خلف جنود مجهولون كثر، وتأتي عظمة هؤلاء بعظمة هذا الغايد الذي لا أريد أن أخصم ظهره. سعادة اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين صاحب الغول السديد والرأي الصائب والفكر المرتب، حلو جلوسه زي تمر الحجاز بيناتنا، لسياتنا يغفل ديما يحكي بحسناتنا، بل إحسان ملكنا وطوطوي لسناتنا. هذا الرجل جاءنا من رحلة استشفاء وفراشات حقن الدواء في يده، دخل معنا في الاجتماعات واكتشفنا أنه طاقة عظمى للبناء والإعمار ومصدر خصب للحق والعدل والخير والجمال، لأن نفسه صفت وزكت واتصلت بخالقها، فاتصالها بالله جعله موضع نظره. فمن كان موضع نظر الله يسر إليه التقرب إليه بالنوافل حتى أعبه. فكان بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها، وإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه وإذا استنصره نصره، فهو منصور بإذن الله. ما شكر الله من لم يشكر الناس، فالشكر أجزلك أخي والي ولاية نهر النيل. هذا يا أخي البرهان ويا أهل ولاية نهر النيل
والله لا أقسم ظهره ولا أقول هذا رياء. كان تقفوا تكلموا، شفنا مجهوداته، شفنا إخلاصه، ربنا يوفقه. الشكر لكل من جاء ولكل من حضر، جزاكم عند الله خير. والشكر لكم إخوتي في الإعلام المرئي والمغلو والمسموع، والشكر لكل القبائل الذين تكبدوا المشاق وجاءوا إلينا، والشكر لأهلنا العوضية التاملاب الذين سجلوا هذه اللوحة الرائعة. وفي الختام الشكر لك أخي رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس والوزراء والولاة، جزاكم الله خير وجعلها لكم في ميزان الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. شكرا الدكتور الطيب القاضي اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية. إذن أتت هذه الكلمة الثانية لتكون مدخلا عبر بوابة الصلح هنا اليوم داخل هذه الديار العامرة. إذن الكلمة الآن لأبناء منطقة العوضية يمثلهم جار النبي، فمرحبا به في هذه المساحة، حيوه تحية طيبة عبر هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والسادة أعضاء مجلس السيادة المرافقين لسعادته، السادة الوزراء، سعادة اللواء ركن عبد المحمود حماد والي ولاية نهر النيل، السادة الأولى، الإخوة التنفيذيين بمقاماتكم السامية مع حفظ الألقاب والمقامات، السادة نظار وأمراء القبائل والعمد، السادة مشايخ وسجادات الطرق الصوفية والبيوتات الدينية، الإخوة ضيوفنا الكرام من كل بقاع السودان، الأهل والعشيرة في ولاية نهر النيل عامة، الأهل في محلية شندي والمتمة على وجه الخصوص، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السيد الرئيس، نحيي في بداية كلمتنا هذه ثورة ديسمبر المجيدة التي انطلقت من أجل إنسان السودان، وقد أعادت إليه عزته وكرامته. ونحيي بصورة خاصة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة الموحدة وجهاز المخابرات العامة التي انحازت إلى جانب الشعب السوداني وكانت حاضنة الثورة وصمام أمام لها، ولقد جنبتنا الفتن وحفظت للسودان أمنه واستقراره، ولقد كان التغيير حقيقة رغم إرجاف المرجفين من أهل الباطل الذين توعدونا بالويل والسبور وعزائم الأمور والحرب الأهلية والخراب والدمار، ولكن خاب فألهم أن تلاحم الجيش مع الشعب فقامت هذه الثورة المجيدة. سيادة الفريق أول ركن البرهان، الإخوة الكرام، إن هذا اليوم سوف يكون له ما بعده في هذه الولاية وفي غيرها من ولايات السودان، لأن هذه الاحتفالية تجي تحت شعار قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، صدق الله العظيم. وتحت شعار قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم.
سيادة الفريق الركن البرهان الإخوة الأعزاء، لقد نزغ الشيطان بين الإخوة وحتى أزهقت روح عزيزة من أهلنا في التليباب التمراب العوضية أكبر بطون الجعليين بواسطة أهلنا في قبيلة العبابدة، وقام الشيطان بدوره في التحريش وإزكاء روح الغبلية البغيضة بين الطرفين، وسارت القضية في المحاكم حتى وصلت إلى نهاية التقاضي وصدر الحكم النهائي بإعدام 5 من شباب قبيلة العبابدة. سعادة الفريق أول ركن البرهان الإخوة الأعزاء، كما التحية والشكر والتقدير للجنة الإصلاح والمساعي الحميدة وكل أعضائها الكرام لما بذلوه من جهد مضني في هذه القضية. إن المساعي لم تتوقف من كل قبائل السودان، فتحرك أهلنا البطاحين وأهلنا الشكرية وأهلنا الرشايدة وأهلنا الحسانية وأهلنا الفادنية، وقد كانت لهم معنا جولات من الحوار والمناقشة والتسكير بفضل الصلح ولم الشمل ورص الصفوف وتجنب الفتن. سعادة الفريق أول ركن البرهان الإخوة الأعزاء، نود أن نشكر أهلنا وجيراننا في محليتي شندي والمتمة، فنحن نمتد في المحليتين ولا نريد ذكر الأسماء، فهم أهل المصيبة وأصحاب وجعة، ولكن تحاملوا على أنفسهم وسعوا سعيا حسيسا من أجل الصلح، ولسان حالهم يقول: قتل قومي رميا أخي، فإذا أنا رميت أصابني سهمي. إن هذا الجهد من هؤلاء الرجال والمناصحة والمناصرة عادت إلينا صوابنا بعد الفاجعة. لقد كان الخطب عظيم والفاجعة كبيرة والمصاب جلل، ولكن أهلنا في هذا الظرف ذكرونا بقول الباري سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، فعاد إلينا صوابنا وملكنا رشدنا. وتذكرنا قول الشاعر: إن احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت الغربة ففاضت دماؤها. تعادت الفريق أول البرهان، إن هذا البنيان وضع الأساس له منذ 3 سنوات، وقد كانت الأرض تتماد فينهار البنيان، حتى سخرك الله لنا فوضعت الأساس المتين على أرض صلبة. ونسأل الله أن يتقبل منك هذا الجهد، ولا نجد في وصفك أبلغ من قول الشاعر: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، قال العلا من طبعه الغضب، كما قال المتنبي: يا من يقتل من أراد بسيفه صرت من قتلاك بالإحسان. سعادة الفريق والركن البرهان، إن هذه الاحتفالية كانت تحت إشراف ومتابعة خاصة من والينا الهمام اللواء الركن عبد المحمود حماد، الذي ظل متابعا ومتفقدا لأبسط التفاصيل من أجل إخراج هذه الاحتفالية بهذه الصورة البهية الجميلة، كما بذل جهدا كبيرا ومقدرا لكل محليات الولاية في المشاريع الزراعية، حيث شهدت له المحليتان شندي والمتمة متابعة لصيقة لإنجاح الموسم الشتوي وإصلاح المشاريع المتعطلة لعشرات السنين، وعمله الدؤوب في كل المرافق الخدمية سواء كانت في مجال التعليم أو الصحة أو المياه أو الكهرباء، وجهده المتواصل في تخفيف أعباء المعيشة على مواطني المنطقة. سعادة الفريق والركن البرهان، إن أهلك العوضية التامراب والمسياب والمسيكتاب والحسانية والعبابدة يأملون في حل مشكلة الشركة الخليجية، وعليه نرجو توجيه الأخ الوالي للجلوس معنا لمعرفة تفاصيل هذه المشكلة حتى يتم الحل المرضي للجميع، ونكون قد طوينا صفحة سوداء أرغت مضاجع الجميع. ويحسب لك
ويحسب لكم قد أخمدتم نارا كانت سوف تقضي على الأخضر واليابس. سعادة الفريق أول ركن البرهان، إننا نود أن نشكر هذا الوالي وما قام به من جهد في هذا الاحتفال، ولا نجد إلا قول الشارع ولا نجد إلا قول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، فتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العزائم. سعادة الفريق أول ركن البرهان، إننا نود أن نتقدم إليك بجزيل الشكر وعاطل الثناء، وأنت تتفقد الرعية وتسعى من أجل حقن الدماء الغالية وإصلاح ذات البين، متمثلا قوله تعالى: إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كما نود أن نشكر أهلنا في جميع أنحاء السودان من القبائل والنظار والعمد والمشايخ ورموز المجتمع وإخوتنا المسيحيين ورجال الطرق الصوفية الذين كان لهم دور بارز في إتمام هذا الصلح حتى تم بهذه الصورة الجميلة التي أزالت الغبن والضيم من النفوس حتى عاد الكل إخوانا متحدين. سعادة الفريق أول ركن البرهان، إننا نود أن نشكر في حضرتك الكريمة أهلنا في قبائل الوطاحين والشكرية والحسانية والهواوير والفاعنية والجموعية والجميعاب والرزيقات والبشاريين والكبابيش والميرفاب وسيد موسى مادبه أو مندوبه وقبائل الحمر والأحامدة والشايقية والحوازمة والزقاوة والدليقاب والبوادرة والقراريش والضباينة وقبائل جبال النوبة والرشايدة والهدندوة والبني عامر وجميع قبائل البجا الذين وللذين لم نذكرهم لهم العتب حتى يرضوا، وأهلنا في محليتي شندي والمتمة من الحقنة جنوبا وحتى بقروسي شمالا، ومن المسيكتاب جنوبا وحتى كبوشية شمالا، وبنو عمومتنا وجيراننا جميعا، وكان الله يحب المحسنين. بارك الله فيك. شكرا جار النبي محمد صديق على أبناء منطقة العويدية. إذن الآن الكلمة لأبناء العبابدة الدكتور السيد صالح، فمرحبا به في المساحة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة ورسول الهداية الداعي إلى صراط الله المستقيم قدوتنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السيد الرئيس، سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السادة أعضاء المجلس السيادي، السيد والي ولاية نهر النيل، السادة الوزراء، السادة مدراء وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطية، السادة قادات القبائل وأولياء الدم، السادة أهل الفضل والكرامة،
السادة أهل الخير ورجالات البر والإحسان، الحضور الكريم بمختلف المقامات والرتب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء ونحن نعيش نفحات المولد النبوي الشريف، يطيب لي أن أهنئكم بمولده صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أمر المؤمن كله خير، إن أصابه خير فهو خير، وإن أصابه شر صبر فكان خير له. ولعل الأمر الذي يجمعنا اليوم في هذا المحفل المشهود والمحفوف بالتوادد والتعافي والتصافي والسمو كان في بدايته أمرا منكرا مستقبحا وأليما فاجعا، أن يهدر مسلم دم أخيه المسلم، ألا أنه جسد لنا معنى الشهامة في أبهى الصورة وأصالة الكرم الراسخ في نفوس أهلنا العوضية الجعليين، وهم ينتفضون واقفين استقبالا لنا أمام سرادق العزاء لنعزيهم في ابنهم المقتول على أيدي أبناء لنا تغلب عليهم الطيش واستحوذ عليهم الشيطان، الذي جل غايته إيقاع البغضاء بين عباد الله في الأرض من لدن قابيل وهابيل، وصرف الخلق عن دين الله الذي حرم قتل النفس إلا بالحق، وسيظل حسن استقبالكم لنا، ولم يكن ذلك موقفكم الوحيد، فإلى جانب الشهامة وحسن الضيافة والكرم نشهد لكم برقي التعامل معنا طيلة مراحل التقاضي، ورغم الألم الذي كان يعتصر صدوركم لم تفقدوا الحكمة، متحملين فوق جراحكم أذى الأقاويل الكاذبة الملفقة والمحرضة والمثيرة لدواخل الرجال والمؤججة للفتن، فكنتم رجالا لم تنساقوا وراء التفاهات الساذجة. ورغما عن ذلك فإننا ومن هذا المنبر وعلى الملأ نسوق ونؤكد لكم اعتذارنا التام، وأسفنا لكل قول غير مؤكد وكلام غير مسؤول وخبر غير صادق نقل إليكم، أو فعل غير مقصود، أو أي تصرفات فردية مقطوعة بدرت من منسوبينا، فإنها لا تمثل إلا شخص من بدرت منه أو قالها، لأنها لا تعبر عنا كقيادة لقبيلة العبابدة التي تكن لكم التقدير والاحترام، فلكم العتبة حتى ترضوا ولكم العتبة بعد الرضا. الله أكبر. فأنتم منا ونحن منكم، وكلنا مسميات لقبائل نتعارف بها وننصهر جميعا متعاونين متعاضدين لخدمة قبيلتنا الأم السودان. وقد ظللتم تبهرون بأصالة معدنكم وتسطرون في سفر مواقفكم المشرفة موقفا آخر أكثر روعة، موقف يحبه الله ورسوله، وموقف لا يستطيعه إلا الكرماء والنبلاء، ومن فعله كان من الأتقياء بإذن الله الذي أعد الله له جنة عرضها السماء والأرض، ألا وهم والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لقد أحسنتم إلينا بعفوكم هذا إحسانا لا يجازى، ونلتم به فضل الشرف وشرف الدنيا والآخرة كما قال الصادق المصدوق: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الله أكبر.
فطوبى لكم وأنتم تحصدون ثواب العفو الذي تكفل الله في قولي من عفا وأصلح فأجره على الله وليس بعد أجر الله أجر إلا الإنان الذي سيظل طوق سالفا ويظل علينا دينا ويمتد حبل امتناننا لمنظمة الإصلاح والمساعي الحميدة تلك البوتقة الجامعة قبائل السودان المنضوية تحت مظلتها ونحن جزء أصيل منها والذي يدل اسمها على أهدافها وعلى رأسها اللواء الركن مرغن عكود لمساعيهم الدؤوبة وجهودهم منقطعة النظير ومثابرتهم لرأب الصدع منذ بدايات الحدث ممهدين الطريق بيننا وبين أولياء الدم لأداء واجب العزاء مرورا بكل مراحل الاحتكام دون كلل أو ملل مهمومين بكلا طرف القضية التي أرقت مضجعهم من أجل تثبيت اللحمة بين أبناء العمومة والأرض الواحدة حتى وفق الله مسعاهم وكلله بهذا العفو الجميل. ومظل شكرنا نفردها فوق رؤوس كل القيادات الأهلية من أمراء ونظار وعمد ومشايخ وحتى أولئك الأفراد الذين انشغلوا بالأمر منذ بداياته وتفاعلوا به سواء ممثلين لجهات أو مجموعات أو قبائل أو ممثلين لذواتهم أو لأفراد سعيا منهم للإصلاح بين الطرفين عملا بقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولكل من أسهم بمسعى حسن فأي مرحلة من مراحل هذه القضية وعلى رأس القائمة السيد رئيس المجلس السيادي سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي رغم مسؤولياته الجسام وهمومه بقضايا الوطن وسلامته وأمنه ظل منشغلا بملف هذه القضية انشغالا إيجابيا ومتابعة اللصيقة له التحية والتجلة ونسأل الله له التوفيق والسداد على رهق الواجب. الله أكبر الله أكبر. كما يمتد شكرنا الجزيل وتقديرنا الجم للسيد الفريق أحمد عبدون والي ولاية الخرطوم الذي قدم الدعم الأولي والأساسي والمهم لإيواء أسر المحكومين المعفي عنهم بولايته المضيافة. الله أكبر. الله أكبر. وأحسن وفادتهم ومتابعته لشؤونهم لم تنقطع إلى يومنا هذا. كما إن الله أكبر. 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 الله أكبر.
شكرنا الجزيل وتقديرنا الجم للسيد الفريق أحمد عبدون والي ولاية الخرطوم الذي قدم الدعم الأولي والأساسي والمهم لإيواء أسر المعفي عنهم بولايته المضيافة، وأحسن وفادتهم ومتابعته لشؤونهم لم تنقطع إلى يومنا هذا. كما إننا ولعدم تمكننا من وجود عبارات الشكر الضافية تأخرنا كثيرا في التعبير عن امتناننا للسيد اللواء عبد المحمود حماد والي ولاية نهر النيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما الذي ما هو إلا إرادة مشتعلة وعزيمة متقدة من أجل خدمة الولاية وإنسانها، فلم نطأ موطئا في الولاية إلا وجدناه قد سبقنا أو نجد آثاره الموجبة خدمة ورعاية لأهل الولاية، ونثمن مجهوداته المقدرة في هذه القضية ومتابعة أحوال المهجرين من أهلنا ووقوفه وسهره الليالي على رأس العمل حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة والتي ترونها أمامكم من صنايع جهده والمعبرة عن أخلاق وقيم أهل السودان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويطال شكرنا المضاعف لكل الوفود رسمية وشعبية ومدنية التي شاركتنا في إخراج هذا الصلح بهذه الحلة البهية والمشرفة واللائقة بأهل السودان وقيمهم وشهامتهم. ونشكر أيضا اللجنة العليا المنظمة فردا فردا على هذا النجاح في الإعداد والترتيب وحفاوة الاستقبال. وختاما، أهلنا العوضية المتعالين فوق حزنكم، نقول لكم إننا والله محزونين لحزنكم ومتألمين لفقدكم، الذي نرجو الله أن يعوض شبابه الجنة وينزل عليه شآبيب رحمته وبركاته، ونحن جميعا به لاحقون لا محالة. ورغم الحزن فنحن فرحين لشهامتكم ومرؤتكم ومواقفكم الخالدة الذي جعلتم منه تاريخا يدرس للأجيال. سائل الله العلي القدير أن يتقبل عفوكم قبولا حسنا
وجعلكم من أهل العزم الذي قال عنهم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والحمد لله الذي بلغ المقاصد وحقق الغايات، ونسأل الله للجميع الرفعة وقبول صالح العمل. هذا وأصلي وأسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شكرا جزيلا الدكتور السيد صالح عن الأهل والأحباب العباب جميعا. إذن الكلمة الآن لسعادة اللواء ركن مرغني عكود الأمين العام لمنظمة المساواة والمساعي الحميدة، فمرحبا به في المساحة القادمة. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وضيوفه الأكارم من الولاة ومن الوزراء ومن المحتمدين المكلفين ومن قيادات القوات المسلحة، الحضور الكريم من العشائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى وهو الغايل: ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى: مغفرة من ربكم عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين. نشأت منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة كمنظمة طوعية، لا هي حكومية ولا هي حزبية ولا هي سياسية، فإنما هي منظمة خيرية طوعية تبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نشأت هذه المنظمة كلجنة للإصلاح في هذه الدار شندي دار المك، فهي مسنودة بقبائل الجعليين. الله أكبر، الله أكبر، ومسنودة بغيرها من القبائل التي انصهرت في بوتقة واحدة في هذه المحلية وفي هذه الولاية، وكذلك حتى صارت لجنة للإصلاح في ولاية نهر النيل، ومن ثم في سبتمبر 2018 أصبحت منظمة قومية لها اسم مسجل في مفوضية العون الإنساني. فنسأل الله التوفيق لها ولمكتبها التنفيذي ولأماناتها بالولايات ولأعضائها المنتشرين في جميع أنحاء السودان من أهل الحل والعقد ومن أهل الجودية ومن غادة القبائل المختلفة. نسأل الله أن يتقبل
جهدهم الكريم. إن من أهداف هذه المنظمة فهي تعمل في مجالات درء وفض النزاعات بإيجاد حلول وتسويات عادلة بين الخصوم والإصلاح بينهم والتعافي والتسامح وإصلاح ذات البين بين فئات المجتمع المختلفة والجمع بين الفئات المتنازعة وحثها على التفاوض للوصول لحلول سلمية بعيدا عن الانحياز لأي طرف. وتعمل المنظمة في إغاثة المتضررين من الكوارث وإحياء روح التكافل في المجتمع، وتعمل على بذل المساعي الحميدة في حالة النزاعات التي تؤدي إلى الجراح والقتل بالتقارب والإصلاح والحصول على العفو من أولياء الدم، سعيا لما عند الله من الأجر والثواب العظيم. وكذلك هي في كثير من الأحيان يكون ذلك وبعد زمن حتى تنتهي درجات التقاضي ويتم تأييد تنفيذ الحكم حتى تجتهد وتصل إلى العفو بين الأطراف. لهذه المنظمة وسائل لتحقيق أهدافها عن طريق الجهاز التنفيذي للمنظمة وأماناتها بالولايات ولجان الصلح بالمحليات، وعن طريق عضوية المنظمة المنتشرة في جميع ولايات السودان، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات والهيئات العاملة في مجال العمل الطوعي، مستعينة بالله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله القبول. التحية عبركم للجهات والمؤسسات القضائية والمؤسسات العدلية والشرطية والأمنية التي كذلك كان لها دورها في الأمن ورتق النسيج الاجتماعي في هذا البلد، فنسأل الله أن يتقبل منهم. عملت هذه المنظمة منذ نشأتها لحل حالة المشاكل والنزاعات من خلال كوادر الجودية وأهل الحل والعقد في المجتمع وقيادة القبائل من الإدارة الأهلية، وبذلت المساعي الحميدة لمئات الحالات ونجحت في كثير منها، وكان لها أيضا كسبها على مستوى الدولة. وكانت مبادرتها أثناء الحراك بعد ثورة ديسمبر لتغريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. الحمد لله قد نجحت المنظمة في سعيها في حلحلة هذا المشكل بين أهلنا التامراء والعوضية الجعليين وبين أهلنا العبابدة في مزالة الصلح والعفو في خمسة من الذين تم القصاص عليهم، وكان ذلك تحت رعاية السيد رئيس مجلس السيادة، فله نسأل الله أن يتقبل جهده، ونسأل الله أن يوفقه في مهامه الجسام لحفظ الأمن وتحقيق السلام وتحقيق الرفاه لهذا البلد. وكذلك كانت تحت رعاية وجهد الأخ والي ولاية نهر النيل، وقد بذل جهدا عظيما لإنجاح هذا العمل، وبذل جهدا كبيرا في الإعداد والاستعداد لهذا المؤتمر حتى رأيتموه بهذه الصورة وبهذه الوضعية المشرفة. فلا غرو في ذلك أخي اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين، فأنت إنجازاتك كبيرة وجمة في هذه الولاية تتفوق خدمات مواطنيها، وتعمل جاهدا وعارفا على تنميتها وتطويرها، فنسأل الله أن يوفقك ويعينك وكل الطاقم العامل معك في هذه الولاية. وخلالك وعبرك نحيي الأخ الكريم اللواء الركن عبود غائد التالة أركان حربه، ونسأل الله أن يتقبل منه وكذلك الإخوة الضباط والإخوة الصف الجود من الفرقة الثالثة، فالتقبل ونسأل الله يتقبل الله أكبر. نعم، كان أخيرا هذا صلح
ذلك بالعفو تحت رعايتكم أخي الكريم رئيس مجلس السيادة. فإذا الله أن تكون ذخرا لهذا البلد، نسأل الله التوفيق. وذلك نشكر كل من بادر وكل من ساهم في هذا الصلح، وكل قيادات القبائل ووفود القبائل التي حضرت هذا المؤتمر، والتحية عبرهم لقبائلهم في نواحي السودان المختلفة. نحمد الله سبحانه وتعالى بنعمته تتم الصالحات، ونسأله أن يتقبل شكرنا جميعا لأهلنا التليباب الجعليين ولأولياء الدم، لأخينا حامد التليب والد القتيل، وأن يتقبل عفوهم، وكذلك أن يتقبل عفو أخينا سيف الدين منصور التليب والذي أصابته جراح وإعاقة نتيجة الشجار الذي حدث في هذا القتل. وتعلن منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة عن دعم علاج الأخ سيف الدين المعاق والذي تعطل العمل عن العمل بمبلغ 2 مليار، وندعو الله له عاجل الشفاء. الله أكبر، الله أكبر. فنبدأ إن شاء الله في إجراءات الصلح. فليتقدم الأخ جار النبي والأخ حامد التليب أولياء الدم. كذلك ليتقدم الأخ أمير العبابدة. شكرا سعادة اللواء مرغني عاكود الأمين العام لمنظمة المساعي الحميدة. وقبيل أن تكتمل هذه المراسم نقدم الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحاد، حيوه تحية طيبة لهذا الحضور ولهذا التشريف، فمرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجمع الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، اسمحوا لي أعمل مدخل أول للأرواح. العفو مبدأ إيماني، الله أكد على هذا المبدأ في كتابه العزيز، وخلى يكون أسس صلاح الجماعة المؤمنة مبنية عليه. ربنا لما سبحانه وتعالى لما الصحابة جول النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه قالوا ليه نحن دارين ننفق، أعظم حاجة ننفقها بتبقى شنو؟ طوالي ربنا عز وجل نزل القرآن: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الإنفاق الأعظم في الحياة ليس المال ولا الأرض، إنما أعظم أنواع الإنفاق على الإطلاق بيبقى العفو. فإنتوا أولياء الدم ما قاعدين تعملوا في حاجة هي عبارة عن عادة اجتماعية، لا، إنتوا بتعملوا في نص ورد في كتاب الله عز وجل وبتبتغوا به أجرا عند الله. في ثلاثة حاجات ما بيخشنا الميزان، كل شيء يوم القيامة بيخش الميزان عشان يوزنوه، حسناتك وسيئاتك وهكذا. لكن في ثلاثة حاجات مرقا من الميزان ده. الأول هو الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعلماء لما جو قالوا بغير حساب دي فسروها قالوا لا يكال لهم كيل ولا يوزن لهم وزن،
ولا يعد لهم عد بل يغرف لهم من الحسنات غرفا. ديل الناس اللي بيصبروا. والثاني الصوم، الصوم لا يعلم أجره إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والثالث ياهو العدل ده، والثالث ياهو العفو ده. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم ما معروف، لأن الصلاة في جماعة 27 درجة، والزول اللي بينفق في سبيل الله الصدقة دي بـ10 حسنات، والبميط الأذى عن الطريق 10 حسنات، وقيسوا على ذلك. لكن العفو لا يعلم أجره إلا الله، هذا مبدأ. النبي عليه الصلاة والسلام لاقى أبا أيوب الأنصاري وأجلسه، قال له: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله وتجارة الأمور؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. ده للناس اللي بيشتغلوا الشغل بتاع الصلح ده. وتأكد تماما فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، في سورة الأنفال. يبقى معناها من المبدأ ده إعمالا بالآيات دي واسترشادا بمبادئ هذا الدين الحق عن طريق كتاب الله وعن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا مع بعض بنجتمع في هذا المكان على أساس أنه نشتغل الشغل ده، وعلى أساس أنه أبواتنا وأبهاتنا اللي دخلوا في الموضوع ده على أساس أنه يصلحوا في من ذات البين، تأكدوا تماما انه نحن عاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعب السوداني ده شعب عظيم، الشعب ده شعب عظيم، ما بيستاهل انه نحن عمرنا كله نقضيه حروب واختتال وسفك دماء. آن الأوان إخوتي الشباب والشابات، آن الأوان كلنا مع بعض اننا نخط يدينا فوق بعض، أننا ننهي حالة الاحتراب بيناتنا، وننظف قلوبنا ونسق في نفسنا، ويكون عندنا إرادة قوية لصنع السلام واحترام الآخر. مهما اختلفنا لابد أن نجلس لإزالة الخلاف، لأنه أي مشكلة عندها حل. فبالتالي ده مبدأ لازم نمشي عليه. ونحن الطاغات الشبابية حقتنا دي ما دارين نوظف لقتل أو موت إنسان أو إساءة أو سباب، دارين نوظف بعد الثورة العظيمة دي كل طاغاتنا الشبابية دي لصنع المستقبل للأجيال الجاية. عشان كده الأمر اللي نحن جينا له ده أمر عظيم، لو ما عظيم ما بنجيب الحكومة كلها، خرطوم خليناها فاضية. الله يديك العافية. عشان كده لازم نصفي نوايانا وتصدق إرادتنا، ويكون عندنا ثقة في نفسنا إننا نحن بنبني سودان المستقبل ده. الحاجة الثالثة والأخيرة الدار أقولها: كل مؤسساتنا العسكرية والمدنية، القاعدين في الحكومة والقاعدين برا، ما تسمعوا كلام الناس، نحن أسرة واحدة، نحن شغالين شغل مع بعض كلنا مدنيين وعسكريين عشان ننجز مهام الفترة الانتقالية دي. عشان كده محتاجين نرتب حالنا مع بعض، وده اي زول داير يكتب الكلام يكتب الكلام حقنا ده، ونحن صادقين فيه وماشيين نحن نصنع مستقبل الوطن ده ونضع اساس للحكومة الديمقراطية الجاية دي. عندي رسالتين مهمات دار اقولن. الرسالة الاولى للشهداء الكرام البررة اللي صنعوا هذه الثورة العظيمة، وللجرحى الذين هم الان يرقدون على الاسرة البيضاء، ولزملاء ورفقاء النضال المفقودين اللي لليلة ما عارفين هم أحياء ولا أموات. تأكدوا تماما إنني نحن الفاقدينهم والنائمين في الأسرة والشهداء الكرام البررة
نحن بنخاطبكم، بنخاطب أرواحكم ومجهوداتكم، إننا نحن ما راح يهنأ لنا جفن أو يرمش لنا جفن أو عين إلا ونحن حاملين حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. والحاجة الثانية والمهمة والأخيرة الدار أقفل بها الموضوع ده كله والكلمة حقتنا دي لجار المقاومة، انتوا شباب عندكم روح وعندكم طاقة خلابة، اشتغلتوا مع بعض انجزتوا الثورة، انتوا تاني ما لجان مقاومة، انتوا لجان التغيير والخدمات، تتجهوا عشان تخدموا وطنكم وتخدموا دولتكم، النور الطافي مسؤوليتكم، الزكاة بتجي مسؤوليتكم عشان تقسموها، الشوارع الوسخانة مسؤوليتكم، لو في موضوع بيتعلق بالدولة انتوا بوابة المواطن مع الدولة، فبالتالي ده شغلكم ودي قضيتكم وده همكم، لازم نمشي مع بعض ونرتب حالنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف. إذن على الجميع الآن وصلنا أن نخرج جميعا لنشهد هذه الجلسة الطيبة والتي تكون حاضرة من خلال هذا اليوم. إذن على الجميع أن نقف هنا ليتحدث السيد والي الولاية سعادة اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين والي الولاية، وأيضا يقدم الوثيقة من خلال هذا اليوم السيد رئيس مجلس السيادة. إذا مرحبا بالجميع ومرحبا بك السيد الوالي مخاطبا الحضور الكريم. إذا هي كل الأيادي ترفع لك لتهنئك بهذا الإنجاز الكبير، يرفعون لك الأيادي بيضاء ويقولون شكرا جزيلا جميلا لكم عبر هذا اليوم. إذا استعدوا جميعا الآن لتكتمل هذه الصورة من خلال هذا اليوم. غادتنا الذين هناك أيضا تقدموا جميعا لهذا اليوم، تقدموا لتشهدوا هذا الإنجاز الكبير. إذا أهلا بكم جميعا لتتقدموا الصفوف ولتكون العناوين الكبيرة. إذا لك التحية من داخل السرادق ليخرجوا جميعا داخل الصيوان، اخرجوا جميعا اليوم لتلتقي هذه الرؤية ولتلتقي هذه الارواح الجميلة بهذه القلوب الطيبة. اذا تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواننا واهلنا جميعا، ما في زول يقعد لنا في الصيوان، الجميع يجي يحضر ويشهد. اهلنا العوضية والضيوف والجميع الحاضرين يا جماعة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اي زول في الصيوان اخواننا الكرام، اي زول في الصيوان الله اكبر، اي زول في الصيوان اهلي الكرام، جميعا نحضر كلنا. الان مراسم العفو، الجميع يجي يحضر الصيوانات، الناس كلها تيجي. الكاميرات الكاميرات افتح لي افتح لي الكاميرات أفتح. ها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهداء بمناسبة الصلح
من أولياء الدم إلى سعادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والسيد عضو المجلس مجلس السيادة لدى المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية النمرة تأييد إعدام 16/2018 محاكمة المدانين عوض فضل الله محمد حسن يوسف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن فضل الله محمد حسن فضل الله عطى المنان أحمد حسن إبراهيم صدام محمود فضل الله إبراهيم. الموضوع طلب عفو عن الغصاص. سعادة نائب رئيس القضاء السوداني المؤخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل أدب واحترام ونيابة عن أولياء دم المرحوم محمد حامد محمد حامد التليب بواسطة وكيل والد المرحوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بواسطة وكيل والد المرحوم جار النبي أحمد محمد صديق بموجب التوثيق رقم ميم ألف باء 250-219 الصادر من مكتب الأستاذ محمد الحسن بابكر أحمد التمس من سيادتكم قبول تنازل المذكور عن حقه في الغصاص والعفو عن جميع المدانين بدون الدية أو التعويض أو أي حق مالي آخر عفوا شاملا لوجه الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أخوانا إحنا العفو ده أهديناه للسيد الرئيس السيد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان لأنه كان له اتصال وكان له أثر بليغ في هذا العفو، فنحن نهدي له هذا العفو ومن هذا المكان ونهديه لكل القبائل ولكل المشايخ ولكل الشيوخ الذين شاركونا وجزاكم الله خيرا. وهذه هدية لك سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الله الأمين. قبلنا هذه العفو عفويا أبيضا لله رب العالمين عفويا تشهد عليه ملائكة السماء والأرض عفويا خالصا لله. ولا ذلك برضو أقدم عفو أخوي ود عمي شقيقي سيف الدين منصور حامد التليب عفويا أبيض لوجه الله تعالى عافين عنهم لوجه الله عفويا لا فيه شيء ولا دايرين منه شيء إلا مرضاة الله. وهذا العفو نقدمه للسيد رئيس مجلس السيادة الأخ العزيز ود البلد ود الوطن وولاية نهر النيل خاصة. هذه الولاية بتستحق والله الوجوه جاتنا دي تاني تستحق لولد حقنا نديكم ياهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. إنابة عن أهلنا العبابدة وعن جميع المشايخ والعمد والقبائل التي آزرتنا قبلنا هذا العفو الخالص الأبيض لوجه الله سبحانه وتعالى ونتقدم بجزير شكرنا وتقديرنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لقائد الركن السيد رئيس المجلس السيادي الذي كان حضورا في هذا في هذه القضية منذ أن بدأت وحتى الآن متابعا ورغم همومه وما يدور في الوطن من مشكلات وأمن وسلامة فنغدر له هذا الموقف ونتقبل عفونا خالصا لوجه الله من أهلنا التليباب. ونحن من الآن أهلنا التليباب التامراب العوضية الجعليين ذكرت في خطاب السابق بأن كل هذا الذي يدور بين القبائل ما هي إلا مسميات للتعارف، فلنتعاضد منذ الآن ونتفق منذ الآن
وأن نترك كل الحقد والحسد وننبذ البغضاء والعصبية، وأن نتوحد كقبائل للسودان حتى تكون قبيلتنا الأم هي قبيلة السودان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن نشكر الأخ مدير عام جهاز المخابرات العامة أنه التزم بشراء دراجة بخارية مجهزة للمعاق الأخ سيف الدين، فربنا يتقبل منه. الله أكبر، الله أكبر. الأخ الله أكبر، الله أكبر. الأخ الآن نقدم لكم من راعى هذا الاحتفال ومن راعى هذا الصلح وسهر معانا ووقف معانا وما فارقنا لا ليل لا نهار، اخونا ابن البلد ابن السودان ابن القوات المسلحة اللواء ركن عبد المحمود، عبد المحمود حماد. الله اكبر. دايريننا شديدة. الله اكبر. تاني الله اكبر، الله اكبر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة واصيلا. قال تعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المجاهدين وغائد الغر المحجلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم الصلاة على صحابته أئمة الهدى ومنارات الدجى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعنا معهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السيد الدكتور حسن محمد إدريس قاضي عضو مجلس السيادة، سعادة الفريق أول جمال عمر إبراهيم وزير الدفاع، سعادة الفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية، السيد الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل، السيد الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية، السيد الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي، سيادة الفريق محمد علي إبراهيم الأمين العام لمجلس السيادة، سيادة الفريق الركن أحمد عبدون والي الخرطوم، سعادة الفريق أول ركن بحري عبد الله أحمد المطري المفتش العام للقوات المسلحة، سعادة الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشاير مدير عام قوات الشرطة، سعادة الفريق أول ركن بكري أبو بكر دمبلاب كما يحلو للجميع مدير المخابرات العامة، السادة قادة العمل السياسي والتنفيذي والمجتمعي بالولاية وبالمركز، السادة حكومة ولاية نهر النيل ولجنة أمنها ومكونها، السادة رجالات الإدارات الأهلية وزعماء القبائل والعشائر والنظار والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، السادة أمراء وأعيان العبابدة، السادة نظار وأمراء قبائل الجعليين. يطيب لي باسم هذا الجمع الكريم أن أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحييكم باسم أهلنا العوضية الذين نحل عليهم اليوم ضيوفا معززين مبجلين وقد أفردوا لنا جناح الكرم والمودة والمروءة والأخوة الصادقة وأشرعوا أبواب السماحة والعفو والعفو سائلين الله أن يتقبل سعيكم قبولا حسنا فقد التمأ شملهم وانعقد عزمهم في هذا اليوم الأغر الذي يأخذ ميزته الرمزية ودلالته من وولد إنسان البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله أكبر الله أكبر. حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يطيب لنا ونحن في ديار أهرنا التليباب العوضية الجعلين أن نتقدم بالشكر الجزيل لاستجابتهم الكريمة للمساعي الحميدة التي قام بها وقادها نفر من أبناء السودان على رأسهم وعلى رأسهم وعلى رأسهم سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة وصلا للأرحام ورعاية لحقوق الجار وتسمينا للمصاهرات ورتقا للنسيج الاجتماعي إعمالا لما جاء في كتاب الله العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحاضة على التسامح والعفو والصفح كل ذلك يتجسد في هذا اليوم في هذا اللقاء المتفرد بالدلالات الكبيرة والمعاني القيمة التي تشبه إنسان نهر النيل. الله أكبر الله أكبر. ولم وذلك لما جرت به المقادير في فقد ابن من أبناء هذه الولاية تسليما كاملا لقضاء الله وقدره محتفين بمكرمة يسجلها التاريخ في صحائف الإحسان وليست بقريبة على الرجال من أهل هذه المنطقة عرفانا منهم بقيمة العفو والصفح والتسامح حيث يعلن أهلنا التليباب العوضية أمام حضوركم الفخيم العفو التام عن 5 من شباب أهلنا من قبيلة السلاح عبابدة بعد إثبات الحق في القصاص حرصا على استقرار مجتمع الولاية وعلى السلم الاجتماعي الذي يسعى إليه أهل السودان الذين يشاركوننا اليوم في هذا الحضور المهيب ليشهدوا هذا الصلح بعد أن أكدت لهم آيات الاحترام والتقدير لموقفكم الكريم. فبيت العوضية الجعلين عبر التاريخ رشح بمثل هذه المعاني من السماحة والفضل والمروءة يتقدم هذا النموذج كفصل من كتاب سطره الآباء والأجداد وسيمضي عليه الأبناء في درب التضحية والسماحة والفضل ليكونوا مسالا يعتزى شأنهم شأن أهل الكرم الذين ورثوا المكارم وحردوا عليها الآخرين. وهذا العفو الخالص تم استجابة لمساعي ونداءات الخيرين من عموم أهل السودان. وهنا لابد أن أوجه كلمتي لأهلنا في العبابدة فلكم سهم كبير ودور مرتجى فإن كانت أقدار الله قد غضت بما جرى فإن المؤول منكم
أن تكونوا أكثر حرصا وبرا وامتنانا لأهلكم العوضية، تقديرا لموقفهم الذي ينم عن أصالة وإيمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإن القبيلتين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وكالروح في الجسد، فإن الأمل معقود لحفظ هذا الموقف النبيل والعمل على تقوية الصلات التاريخية. السيد رئيس المجلس السيادي، الحضور الكريم، أهلنا بولاية نهر النيل، ها أنتم في موقف اجتماعي كان لكم فيه دور مقدر بالوصول لهذه النتائج الطيبة عبر مساعيكم الجليلة، وهذا ما أسعى إليه وأعمل من أجله كواحد منكم. أؤمن إيمانا قاطعا بأن الاستقرار تحققه وحدة أبناء هذا الشعب الذي ننتمي إليه خداما، ننتمي إليه خداما، ننتمي إليه خداما وليس حكاما، وليس حكاما، وليس حكاما. لتتكامل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ننتمي إليه خداما وليس حكاما، لتتكامل أدوار الدولة والمجتمع. سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الحضور الكريم، أحييكم باسم حكومة وشعب ولاية نهر النيل من منطقة حجر العسل جنوبا حتى بيرتي شمالا. الله أكبر، بيرتي شمالا، حجر العسل جنوبا، هذه الرقعة المساحية المترامية التي عرف أهلها بما عرفوا، والتي عرفت هذه الولاية بما لها من ميزات نسبية، وهي ولاية العبور. ونقولها واضحة، هذه الولاية المعطاة، وهذه الولاية زي خيرات الكثيرة، هذه ولاية الذهب، هذه ولاية الأسمنت، هذه ولاية المحاور، هذه هي حاضنة، هي الحاضنة الأولى في الدولة للبستنة. الدولة هذه الولاية هي الولاية الأولى على مستوى الولايات فيما أراده الله أن يكون داخل أرضها وخارج أرضها. الله أكبر. ونخص بالذكر لجنة المساعي الحميدة التي تحدث عنها سعادة اللواء مرغني عكود، هذه اللجنة التي آلت على نفسها كما ذكر أنها هي ليست منظمة حكومية، وليست منظمة حزبية، وليست منظمة جهوية، وليست منظمة محاصصية، إنما يبتغون فضل الله. هذه المنظمة اللي نخص بالذكر لجنة المساعي الحميدة بالولاية، والتي ظلت على الدوام قنديل عطاء لا ينطفي، وتستمد قوتها ووغودها من معاني الدين والتغاليد والأعراف والموروثات لإنسان هذا الولاية الكريم، تحقيقا لرغبات رجالات الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية وزعماء المجتمع المدني والرموز الوطنية من كل بقاع الوطن الحبيب المتعدد التي يتمثل فيه قيم أهل السودان بماضيه وحاضره. السيد رئيس المجلس السيادي، الحضور الكريم، يأتي توقيت هذا الحدث الاجتماعي تزامنا مع تلك الجهود المبذولة على مستوى الوطن وعبر قيادته السيادية والتنفيذية، ورموز ثورته، ثورة ديسمبر المجيدة التي أحدثت التغيير والحراك المجتمعي لرأب الصدع ولم الشتات وتحقيق السلم والأمن الاجتماعيين. فأتت هذه الاستجابة عفوا وإحسانا تعضيدا للحمة الاجتماعية، ورجاء فيما عند الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وتلك شيمة متأصلة في النفوس. لذلك اجتمعنا اليوم وفي بيت أولياء الدم لجمع الكلمة وتوحيد الصف، لنعظم هذه المعاني الكبرى المدونة في الصحائف، واليوم نشهدها واقعا
أمامنا تتخذ منه الأجيال نبراسا لتمشي على هدى وبصيرة وعلى صراط مستقيم، ويصبح التسامح شعارا نستهدي به ومثالا يعتزى. فإن رسالتي للأجيال وللشباب لابد من تعضيد الأدوار التي ترتجى منكم في حفظ السلام واستذكار المواقف الحميدة والعمل على تقوية الصلات والتصالح المجتمعي والخدمة فيما بيننا، كما تفضل الأخ مفرح. كل الناس بيعملوا من أجل رغي وتطور هذا البلد ومن أجل نمائه ووحدته واستقراره، حتى تعود لتلك الشفاه التي انتزعت بسمتها قهرا بليل. التحية للهداة المهديين الذين أجرى الله على أيديهم هذا الفضل، أولئك الساعين من أصحاب المبادرات، وستظل مسؤولياتكم قائمة لتحقيق الاستقرار واستلهام الحكمة في تقويم المواقف وإصلاح ذات البين. ونخص بالشكر والتقدير أولياء الدم أسرة التليباب فرع العوضية ليعضوا هذه والذين وضعوا هذه البسمة وغرسوا هذا الشعار. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يجدوا ما قدموا مثاقيل في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب شريم. شكرنا وتقديرنا لكل الضيوف الوافدين من جميع بقاع الوطن الحبيب لولاية نهر النيل، والتحية لمحليتي شندي وللمحليات الأخرى، ولرموز وزعماء المجتمع المدني والعلماء والمشايخ والنظار والعمد وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، ولكل من أسهم في إكمال هذا الجانب الآخر من الالتزام في التوافق المتوافق عليه. كما ذكر الأخ الدكتور صالح كان هناك سهم مقدر للأخ الفريق أحمد عبدون فيما قدمه، والجميع يعلمه إن شاء الله. الشكر أجزله، أكرر الشكر أجزله، الشكر أجزله لسيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الذي مهر بمسك الختام وأشرف على تقريب الشقة بين الطرفين برمزيته القومية وسمته الوطنية ورؤيته الحكيمة، حتى شرفت هذه المراسم التكميلية بحضوره لتوقيع وثيقة الصلح واستلام الصلح، ومعه أعضاء مجلس السيادة والسادة الوزراء والسادة الولاء وكل الوفد المرافق لسيادته في يوم مولد سيد البرية. الشكر لكل من أسهم في إخراج هذا المجمع من اللجان المختلفة وأهل الرأي والأعيان والشباب، ولكل من أدلى بدلوه وأسهم بجهدي حتى انعكس إيجابا في هذا المشهد المهيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى انعكس إيجابا في هذا المشهد المهيب حفظا وترسيخا وإرساء لدعائم الصفح والتسامح. أسأل الله الغدير أن يتقبل كل ذلك في صحائف أعمال الخيرات، وتقبلوا فائق امتناننا لكم جميعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن الشيء اللي حصل ده إهداء من كل الولاية للسيد رئيس المجلس رئيس مجلس السيادة والوزراء وأعضاء مجلس السيادة ومدراء الأجهزة الأمنية هذا الحضور الفخيم، مدير المخابرات العامة ومدير عام قوات الشرطة ومفتش عام القوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير ديوان الحكم الاتحادي ووزير الشؤون الدينية والأمين العام لمجلس السيادة
نفر كريم من أبناء هذه الولاية ومن خارج الولاية أتوا ليشاركوننا نحن في ولاية نهر النيل، وليشكروا الأخ حامد على هذه المنة وعلى هذه الجزية. السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب استأذننا من الرئيس. طيب نحن نعلن يعني ترحيب الجميع بالأخ عبد الله مسار ومجموعة من قبيلة الرزيقات، وكذلك وفد من قبيلة المسيرية وقبيلة المعالية وقبيلة البني عامر، لهم التحية والتجلة. والناظر وقبيلة الكواهلة والناظر محمد سرور محمد رملي والشيخ عبد الله والشيخ عبد الوهاب الكباشي والمغ عجيب الهادي علي ناصر قبيلة الجمهورية والأخ عثمان سيد أحمد بشيرغا ناظر الشايقية، التحية لهم جميعا. والدعوة لكم من منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة لحضور لقاء الصلح غدا بمنطقة قري في عفو لغتيل من الشايقية، لغتيل لدى البطاحين من الشايقية، البطاحين يعني عندهم غتيل وعفو فيه الشايقية. اللقاء بكرة الساعة 9. كذلك نعلن تبرع الإخوة الرشايدة عنهم سلامة بمبلغ 1,000,000 جنيه للأخ سيف الدين، الله أكبر. وتبرع الشيخ عصام الشيخ البطحاني بمبلغ 1,000,000 جنيه للأخ سيف الدين، لهم التحية. شكرا لكل الذين يعني ورد اسمهم وكل الذين شرفونا بالحضور، وهم غامات سامعة وهم غامات سامغة وهم كل شيء. نحن يعني الآن ما نحول بينكم وبين السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عشان يقول لكم كتر الله خيركم وشكر الله سعيكم وعظم الله فيكم وبارك الله في أجركم إن شاء الله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا التحية واجبة لأهلنا جميعا، كل أهلنا في ولاية نهر النيل، ولاية الشهامة، ولاية الأبطال، ولاية نهر النيل، رجال موجودين في كل السودان. ولاية نهر النيل ظلت تقدم المثل الأعلى في التضحية وفي إظهار الصفات النبيلة لأهلها. في كل مكان مشينا في السودان لقينا إنسان نهر النيل، في كل مكان. أنا قعدت 12 سنة في دارفور، في كل مكان محل مشيت لقيت ناس نهر النيل. 8 سنين في الجنوب، في كل مكان مشيت لقيت ناس نهر النيل. 7 سنين في الشرق لقيت ناس نهر النيل، في كل مكان، في كل مكان بنلقاهم دائما. هم بيقدموا القدوة في التعامل، القدوة في التسامح، القدوة في التعامل الراغي مع كل الناس، مع كل البشر. لهم منا كل التحية ولهم منا كل التجلة. عندهم أدوار قوية وعظيمة في تاريخ السودان، في نهضة السودان، في كل مكان في السودان. لكم منا جميعا كل التحية. وجيتكم الليلة دي عشان تشهدوا هذا الصلح برضو دليل على أنكم حريصين على إرساء قيم العدل وقيم التسامح وقيم الإخاء. لكم الشكر ولكم الشكر ولكم الشكر. أيضا الشكر خاص مننا لأهلكم، أهل القتيل، أهل المتوفي، أهل المرحوم. أيضا نشكرهم على السير على نفس نهج أهل ولاية نهر النيل في العفو والتسامح. ونتمنى
أن هذا الأمر وهذا الموضوع بهذه الرمزية الكبيرة يبقى قدوة لنا، قدوة لكل السودان. كما ذكرت نهر النيل هم قدوة بدون تحيز وبدون تحيز لهم، هم والله قدوة. محل ما مشينا لقيناهم قدام الناس، ومحل ما مشينا لقيناهم هم قدوة، وهم دائما يقدموا النموذج الصالح، وغير بناء الوطن وغير بناء السودان ما عندهم هم. لكم منا كل التحية. ايضا في هذا المقام نشكر اخواننا المنظمين لهذا اللقاء، لانه بذكرونا ايضا بمعاني التسامح. ايضا في هذا المقام يجب ان نشكر شهدائنا جميعا، شهداء السودان اللي قدموا ارواحهم في كل مكان، واخرهم شهداء الثورة. الثورة الان نحن بنتفيأ ظلالها. هذه الثورة وهذا التغيير يا اخوان تغيير حقيقي، تغيير حقيقي فيه تكامل لأدوار الشعب والقوات المسلحة، ونحن جادين من خلاله نطلع بلدنا من الحروبات ومن الاقتتال ومن الظلم ومن الجهالة لبر الأمان وبر المستقبل. مطلوب منكم أدوار كبيرة عشان نحمي هذه الثورة. تحتاج الثورة لجهدكم جميعا، يجب أن تجتهدوا جميعا عشان تطلعوا لهذا البلاد. يجب أن تلتفوا حول حكومتكم، حكومة الفترة الانتقالية. نحن في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء وفي كل أجسام الحكومة وفي كل أجسام الهيئة الحاكمة في المرحلة الانتقالية نعمل سويا بيد واحدة وبقلب واحد. ما عندنا هم غير أننا نجنب هذه البلاد ما يمكن أن تقع فيه من مهالك. أنتم مطلوب منكم هنا في جند بالذات في الولاية دي، نعلم أن هنالك مشاكل في الوقود، هنالك مشاكل في الخبز، هنالك مشاكل في كل شيء. انتوا عندكم دور، عندكم دور كبير في انكم تراقبوا الدقيق وتراقبوا الخبز وتراقبوا كل زول نفسه سيئة ما بدور الخير لاخوانه. الناس يجب ان يقفوا ضده كلهم. الخير الموجود عندنا ده بيكفينا كلنا. الولاية دي الخير اللي فيها بيكفي كل السودان. الولاية دي الخير اللي فيها بكل كل في السودان. يجب ان نحن نعمل جميعا بيد واحدة عشان ننقذ البلد. البلد الان بتمر بمرحلة حرجة تحتاج الى تكاتف الجميع، تحتاج الى تعاضد الجميع. يجب ان نعمل جميعا عشان نفوت الفرصة على المتربصين ببلدنا والمتربصين بامننا والدارين. اجهضوا الثورة واجهضوا جهد الجميع. نحن من هذا المقام بنأكد لكم ان نحن ساعين في ان نحقق السلام، ساعين في ان نستقبل اخواننا الحملوا السلاح طويل السنين الماضية. نحن بنقول لهم مرحب، تعالوا عشان تشاركوا معانا في بناء السودان. نحن جاهزين في اننا نحمي هذه الثورة ونعمل جميعا، لانه اهداف الثورة اهداف نبيلة خرجت من اجل الشعب السوداني. فيجب علينا جميعا ان نلتف ونتحد من اجل تحقيق اهدافها، اللي هي بتبدأ باننا نوفر العيش لأهلنا الكريم ده، وبتبدأ باننا نحارب الفساد ونحارب الدوبية ونحارب كل عادة سيئة وكل احتكار، كل عادة سيئة كانت تمارس في الماضي. يجب ان نعمل جميعا من اجل بناء يتساوى فيه الجميع، الجميع مساوين فيه، وكلنا لنا نفس الحقوق ولنا نفس الواجبات. التحية لكم جميعا، واشكر جهدكم واشكر حضوركم واشكر اشراككم كلكم في هذا الصلح اللي بنقدمه هدية الان مع معانا اخونا وزير العدل ومعانا وزير ديوان الحكم الاتحادي. نحن بنقول لهم النهج اللي ابتدروه اهلنا كلهم في السودان، والان فيه نموذج هنا في ولاية نهر النيل، نحن دارين انه يكون ده شيمة من شيمات العهد المقبل، التسامح والتراضي والتعافي عشان نقدر ننهض ببلدنا. نحن ما بنخسر لو تعافينا، بل بنربح. ما بنخسر ابدا لو تعافينا ولو تسامحنا ولو تصالحنا. البلد محتاجة لسواعدنا كلنا، سواعدنا كلنا. لو سواعدنا ما اتحدت فيها ما بنقدر نعبر بها. لكم التحية ولكم التجلة. ونكرر تاني تهنئتنا لكم بما قدمتوه من نموذج لشعب السودان ونموذج لكل السودان. ايضا في هذا المقام نحيي اخونا الوالي والي الولاية. هذا الوالي يعمل بجهدكم، ما بيعمل براه. انتوا ساعدتوه وانتوا واقفين معاه، ويجب ان كلكم تلتفوا في هذا الامر. كلنا يجب ان نقيف في وجه كل مفسد، نقيف في وجه كل ظالم،
نقيف وجه كل زول قاعد ياكل حقنا وبشيل حقنا نحنا كلنا نقيف في وجههم. لو ما وقفنا في وجههم يا جماعة وتسترنا عليهم كلنا بنعرف. لو مشينا هنا ده برا عارفين اللي بيشيل الدقيق منو بيبيع في السوق الاسود، وعارفين اللي بيبيع عجاز منو في السوق الاسود، وعارفين اللي بياكل حقنا. بنعاين له وبنسكت، ما دارين نسكت، ما انا دارين نسكت عن حقنا. كلنا نتكاتف. اللجان الاشار لها قبل اخونا وزير وزير الشؤون الدينية، يجب انها تكون عون 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 من اجل عون وتعاون تساعد الحاكم وتساعد القائمين على امر هذه البلاد. نحن بنعدكم باننا نقيف على مشاكلكم، ونقيف على حق السودان، ونقيف على حق اهل السودان، ونقدم روحنا، نقدم روحنا دي الليله دي قبال بكره، فانه البلد دي تظل متماسكه وتظل موحده وتظل محافظين عليها كما تعاهدنا سابقا. نحن بنحييكم وبنقول لكم ضربتوا مثل وقدمتوا نموذج طيب للشعب السوداني ونموذج يحتذى. ونحن بنناشد اخواننا كلهم اللي عندهم مشاكل، نعلم الان توجد مشاكل في شرق في شرق في في اخواتنا في الغرب هناك، في مشكله بتاعت برضه مشكله بتاعت قتل. هنا في الميسكتاب عندنا مشكله، في جنوب في جنوب النهر النيل عندنا مشكله. نحن كل مشاكلنا يا جماعه نخطها في الواطه ونتسامح ونتعافى ونتراضى وكسبانين، كلنا كسبانين، كل ذول يعفو كسبان، كل ذول يعفو كسبان، يكسب رضا الله ويكسب رضا الناس الساكن معاهم. لكم كل التحيه ولكم كل التقدير، ونتمنى انه ربنا يحفظكم وربنا يزيم عليكم فضلكم، فضلكم الظللت تقدموه كما ذكرت سابقا. انا في محافظه جنقله في جنوب السودان السابق في منطقه فنجاخ، لقيت واحد اهله من الجوير قاعد هناك فاتح له خلوه وبعلم الناس وبيز بيناتهم التسامح. هسه نحن الليله قاعدين بصدده. نحن بنحييكم وبنشكركم وبنقول لكم هذا الامر حقكم، حقكم انتم ديل اهل السودان وحقكم انتم اهل ولايه نهر النيل. لكم منا كل التحية ولكم منا كل التقدير، ربنا يجزيكم خير. ونكرر شكرنا لأهلنا اللي سامحوا واللي صافوا، ونقول لهم نحن حنقف معاكم عشان تنسوا الجراح وعشان تنسوا الآلام اللي سببت. والوقفة دي كافية بأنها تعينكم وتشد من عزلكم. ربنا يجزيكم العافية ويجزيكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة بيني أهبي الليل جابوا النصر عجبوهني قالوا العين ليل مطقمين. الليلة بيني أهبي الليل جابوا النصر عجبوهني قالوا العين ليل مطقمين. الليلة بيني أهبي الليل جابوا النصر عجبوهني قالوا العين ليل مطقمين. البهرود علب ليل مطقمين، اخمس ليه اختلف ليل مطقمين. جاي سيف وبيتقلب ليل مطقمين، الفي وجه اللي قرب ليل مطقمين. وقت البهرود علب ليل مطقمين، اخمس ليه اختلف ليل مطقمين. يا سيف وبيتقلب ليل مطقمين، الفي وجه اللي قرب ليل مطقمين. وقت السلاح رزا ليل مطقمين، اخو البنات هزا ليل مطقمين. امين خصيم ما فزا ليل مطقمين، يموت فوق عزا ليل مطقمين. يا خاصة لمراسم الصلح والعفو بين قبيلتي العوضي الجعليين والعبابدة بحضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي بمدينة شندي بولاية نهر النيل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.